سيد الشربيني 47 عاما، مهندس اتصالات ومؤيد لجماعة الإخوان المسلمين. انتخبت الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في لمجلس الشعب، وأؤيد الاعتصام أو وقف العمل في المجلس لحين الاستجابة لمطالب الشعب. المهندس يتابع ردود الإعلام حول تصرفات الإخوان بعين الريبة والقلق، ويراهم دائما يتخذون وضعا هجوميا مع الجماعة. بحاول اقعد مع الناس بحيث ان انا اوضح لهم ان احاول ان اوقف الهجمة الشرسة على الإخوان وعلى المجلس الشعب. محمد كغيره من مؤيدي الإخوان يتناقش مع رجل الشارع دائما، ويحاول ان يوضح وجهة نظره فيما يرى انه عين الصواب.